ذكر السادسة والثلاثين لاغتياله ناجي العلي كان لديه قدرة على التنبؤ في المستقبل الفلسطيني، قراءته للواقع الفلسطيني والواقع العربي في تلك الفترة وقدرته على التنبؤ. ما نعيشه اليوم هو ما عاشه ناجي العلي أو توقع أن يكون عليه الحال العربي من تدهور من تطبيع من انكسار. ناجي العلي كان منحازا وقال أنا منحاز للفقراء. ناجي العلي ما زال حاضر فينا. ناجي العلي لوحاته يعني كان الكثير حتى من المواطنين على المستوى العالم العربي والمستوى العالمي وحتى الفلسطيني كان ينتظرون رسمات الكاريكاتير التي كانت يعني تتحدث عن الواقع الفلسطيني. لاحظنا اليوم حتى في حضور هذا المعرض من الأجيال القادمة طالبات مدارس من عدة مدارس جاءوا زاروا المعرض وتحدثنا مع ناجي العلي وعن لوحات ناجي العلي وأن ناجي العلي يعني قدرته على التنبؤ. وإحنا يعني حتى كنا نتحدث أن الفلسطينيين يعيشون النكبة منذ العام 1948 لأننا نعيشها يوميا إلى هذه الفترة.